تبقي مناره يا مهد الحضاره. حضارتك من سالف الازمان وحكايتك كان يا مكان. كان في وطن في علم وعلماء وفكر ومعرفه ورغبه بالنما. وطن في قاده مبدعين واطباء وشعراء ومؤرخين رسالات ومسند للبشريه. بعد رحلة طويلة من الجهد والعمل العلمي الدؤوب تصل منافسات الأولمبياد العلمي السوري إلى نهايتها، منافسات أظهر فيها الطلاب كل ما لديهم من معلومات وخبرات اكتسبوها خلال رحلة الأولمبياد العلمي السوري مع لجان علمية كرست خبراتها في سبيل صنع جيل متميز في كافة المجالات العلمية ليتوج المتميزون والمجدون ويتأهلون إلى عضوية الفريق الوطني. نحن حتى الآن نعمل للفريق الوطني، كنا لنشوف هالشباب والصبايا ونشكلهم للفريق الوطني 2021، ولكن الآن رح يبدأ العمل. نحن من بكرة رح نبدأ مع 75 طالب تدريب، ورح تبدأ اللجان العلمية تقابلهم وتعطيهم الإرشادات وتعطيهم المحاور العلمية وتعطيهم آليات الاستمرار بالفريق الوطني بأدار. نحن إن شاء الله رح نكون على موعد مع اختيار الفرق العالمية بعد ما يكونوا أخذوا قسط جيد من التدريب. بدي بارك لكل الطلاب يلي تأهلوا معنا وصاروا بالفريق الوطني، وبدي أقول هاد لك للطلاب اللي ما طلعوا معنا، بس يعني بقول لهم أنتوا ربحانين، لأنه بحد ذات المشاركة كانت هي تجربة غنية إلهم، وإن شاء الله بيقدروا بمسابقات أخرى أو بمواضيع محلات أخرى. يعني بجوز فقط حظ انهم تلبكوا بالفحص هالمره فما قدروا يتاهلوا، فبحب لهم انهم ما ييأسوا ويضلوا متابعين. وبدي هني الطلاب يلي وصلوا معنا وبقول لهم هلا البدايه، هلا في عنا شغل كثير لازم نعلمكم منهج الاعمال اللي لازم رح تشتغلوا عليه وتتابعوا. تجربه كثير حلوه، يعني انا الصراحه اول ما فت على الاولمبياد ما كنت متوقع انه يعني الاولمبياد بهالشكل، بس عن جد تجربه كثير حلوه، وبنصح اي حدا انه متردد انه يشارك بالاولمبياد يشارك ويعمل اقصى جهده انه يعني يحط كل طاقته على الاولمبياد، انه عن جد شيء ما بيتكرر. شعور حلو يعني ما بينتسى. اشتغلنا حوالي 6 شهور وحوالي 8 ساعات اليوم. يذكر أن منافسات الأولمبياد العلمي السوري لعام 2020-2021 انطلقت في 31 من شهر تشرين الأول الماضي بمشاركة 6235 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات، وتنافس في التصفيات النهائية 367 طالبا وطالبة في جولتين من الاختبارات على مدى يومين لاختصاصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء وعلم الأحياء.